صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ النبي الأمي الحبيب العالي الغدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلِّم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف. وعن أبي بكر الصديق وحاله وريه رضي الله عنه الله كرّال النقضي أنه أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك كلية وصحابي صاحب نمدي سائن وصحابي هاي قرآن كو عديي إذ يقول لصاحبه ما كي إله قرآن كسوه شاقين وأصحابي هاي صحابي نمدي سهدي الله إنكرا لغو قالوا بيو ويا ما يبن حمحايا ليلاه قرآن كسوه شاقين وصاحبك نبي عليه الصلاة والسلام. وحال قوري أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال إنه يري لرسول الله رسولك إلهي إنه يري صلى الله عليه وسلم علمني إبر إلهي رسولك سيو دعاء دعاء إبر دعاء سوء أدعو به دعاء وأنك دعيست في صلاتي صلاة إذا تحديد أنك دعيست. قال مركز النبي بحير عليه الصلاة والسلام قل لها أبو بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دعاء أسكو دعاء عيسى النبي يرى عليه الصلاة والسلام اللهم يا الله إلهي إني أني ظلمت نفسي نفتيدان ظلمي ظلما ظلمبان ظلمي ظلمي كثيرا فربضان أيام ظلمي ولا يغفر الذنوب ذنوب تنمدها فإلا أنت أذيك مبيع عدك لذن بك مدها فاغفر لي إلهي وإيدا مغفرة ذنب داف مغفرة من عندك أذيك حقك هاتي ورحمني إلهي وإن حريص إنك أذوك الله يو أنت أذوك الغفور الله ذنب داف دبضان باتها الرحيم ون حريصته. دعا ذاسك دعا يسأي النبي ويرى عليه الصلاة والسلام مركر لينك اللي هي وحاتر هذا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا هي كبيرا وياك الأقصار أرتيه مركر ظلما كثيرا كبيرا علماء غانوا يسكون درا إن الغدر رواية وسكو أفسد قف مركر قفك اللي هي واقمة وأفضل صحابتي صحابة نيك وفضل بناوي درجة داسها استي خليفة رسول الله أها نبي ونال ونائب كقد لقي مركز الصلاة دي تدك تشيري إنك فضل جيسا نركا حوي الصديق نبي قرب حيه ما ينبضانه أي وحال لي هاي ظلمت نفسي ظلما كثيرا سداس فد عيسو إلهي مركز وحوي وقلت تواضع مركا محانا قمودا مركا نقواك سيدار وحويا وإنا أدبر وباهنا إنا نراهنا لحظك استوى إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دعاء سوى الدعاء شاملة أدنا مركا سي إلهي سبحانه وتعالى صفات كيسينة صفات كيسينة الماما يسا حدنا تواضع يسليس قايد هذه آه سيدار سيغفه إلهي نرافه النبي عليه الصلاة والسلام دعاته وشاقه دواء إلهي وأقبل إياه صلاة دمرك وكود دعاء سنة بعد تشهد ويانه هي وقبل السلام الكاس وكود دعاء سنة دعاء سوقلني دعوين بضان الصهر ورين ويشرى النبي كصهر وراكسو النادي عليه الصلاة والسلام وحودان هذا متكات انت كران كاقا كما قارت درق الخير كوافر بضانيه هنا طيب أمرك كم ذا وعاد كل دكتو أدو سمايسو أدراتي كاريغف. وعن ابن عباس وعلق ورين يا رضي الله عنهما سقيا بها الله كرال وضي عبد الله ابن عباس أن رفع صوتي عبد الله ابن عباس وحيري أن رفع صوتي صوتك كوريالي ديس بالذكر ذكر قلو كوريالو حين ينصرف الناس وضدك مركي كقد ومعان من الله مكتوبة سلاده واجب كها حقودا كان رفع صوت كاسي وحوها على عهد رسول الله رسول في إله الزمن كيس صلى الله عليه وسلم وحير إن مركز سلادها فرد كالله لقبحه أذكارت إن كرت لو قاضه
waxay ahayd buii zamanka nabiga calayhi salaatu wasalaam. riwaayo waxay ahayd waxaanba ku dareemi jiray midkeen wuxuu ku dareemi jiray in salaadii waajibka ahayd hortiisa laga baxay markuu adkaarta marka maqlo mid masaajid ku soo dhow yahay adkaarta markuu maqlo kor iska qabsatay hukumkaas adkaarta markuu maqlo marka wuxuu yidhi ana rafca sawtii fiqhiga muxuu ahaa shaaficiyaduna wuxuu yahay bacda adkaarta ka dambaysa marka salaada waxaa weeye haddii waxaa sunno ah in la siraysto haddii waxa weeye uusan ahayn imaam doonaya inuu dadka baro imaamku hadduu doonayo dadku in ay bartaan oo ka bartaan waa la jahrayaa ilaa ay uu siraahdo xaadiriinta way barteen oo dad cusubood gadaal ka yimid ma jiraan ayuu la jahriga wadayaa haddii kale laakiin dad isla yaqaanay yihiin in la siraystaa afdala عن عبد الله بن عمر وحلق وري رضي الله عنه يقول حال لي سمعت رسول الله رسولك إلهي بن مغلي صلى الله عليه وسلم يقول حال لي نبي سوبا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم ضضوا كلجين مد كستو إذن كم ذي راع مد وحل الراعيوي راعيوي وحبال لقى إلى لندلبي وكلكم أدنك كلجين كلجاس مسؤول ويا ومد للسؤال أي عن رعيته رعيتي سيسق الرعسنا وحي سق الرعسنا والراعي كأها ولا إلى لندلبي سق الرعسنا هو أول ويدين يا الإمام إمام كي راع مد وحل الراعي وي راعي وي وحبال الراعي ولا إلى لندلبي وضد كبال الراعي ومسؤول ويا إمامك مد للسؤال أي عن رعيته هو سق الرعسنا raaciyada isaga raacsan waa la su'aalaya waxbaa laga weydiinayaa waxa la leeyahay hadduu xataa dadka isaga raacsan inta uu isagu sheegtay inuu madax u yahay haddii neef bahiimahi meel baahi ama oon ugu dhinto isagaa la su'aalaya qiyaamaha bal iskaba dhaafa bani aadam iskaba dhaafay waxa alla wixii isku dhex dulma intaa isagaa la weydiinayaa intuu isagu dulmiyey iskaba dhaafa ciduu isagu dhibo iskaba dhaafa dhexdiisa inta uu isagu sheegtay inuu mas-uulka ka yahay wixii isku dhiba labadii isku dhibta dhibkooda isagaa la weydiinayaa qiyaamaha mas-uulaanka ah isagaa yidhi waa mas-uulun can raciyatihi waarajulu rajulkii raacin waa mid wax la raaciyey fii ahlihi baa la raaciyey isaga ehelkiisa ayaa la raaciyey xaaskiisii caruurtiisii baa la raaciyey wahuwa rajulku mas-uulun mid la su'aalaya wey can raciyatihi raciyadiisa isaga raacsanaa oo la raaciyey waa la weydiinayaa waa la su'aalayaa bal inuu ugu cadaalo sameeyey iyo inuu ku kala jawray u jawr sameeyey inuu dhibay iyoyna markaa ku faraxsanaayeen soo gelidiisa qofka waxaa la rabaa inuu ahalkiisa markuu soo gelayo guriga in lagu farxo saasaa la rabaa oo bashaashadiisa iyo baarinimadiisa iyo markaasi xumaanta iyo waxa uu arko inuusan u qabanayninee u sabrayo in lagu jecel yahay ayaa la rabaa riwaayo waatay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam allaahuma man waliya calaa ummatii shay-an فشق عليهم فاشقق عليهم وفكي أمضي إذا قيب كمدا وحنك توليه أو كل ما إله أسكا دب وفكي أردم ريانا إله أردم ري مركا وحا ويانا وابها باركي نبي عليه الصلاة والسلام وحا هدي وحون هدا توليسه مرتو هدا توليسه ee aadibto adigana fashquuqa calayhi baa ku taala adigana ilaahay baa ku dhibayaa ayagana waa lagugu dhibayaa ummadda kale waa lagugu dhibayaa wax walba waa ku dhibayaa haddaad u dhimrinsana adigana waa lagu dhimrinayaa farfaqa calayhim ay kugu taala calayhi ducadii nabiga ayaa ku nafcinaysaa adduunya aakhira wahuwa mas-uulun can raciyatihi walmar'atu haweenaydii raaciyatun mid wax la raaciyey weey fii beytiha baa la raaciyey guriga fii beyti zawjihaa zawjkeeda gurigiisa ayaa la raaciyey ayay raaciye ka tahay mid la wax la raaciyey waxay ka tahay fii beyti zawjihaa zawjkeeda gurigiisa dhexdiisay raaci ka tahay mid wax la raaciyey
ومسؤولة مثل السؤال يوي عن رعيتها رعيت دوال السؤال يوحى أيضا رعصا وقرقي على ابتسي أهلكي المهي وعاكوا ويا ما ملكي سايدا لوي دينيا والخادم الروح خادمك إيه راعي وامد وحل الراعي في مال سيده ون الراعي كيهي سيدك سمال كيسا دحديدا نحدي سمال كاس نحدي سراعي أي مد وحل إلى عند البي ومسؤول من السؤال يوي عن رعيتي رعيتي سوال السؤال يا قال وحيري راوقي ابن عمر وحيري وحاسبت وحان ملاين يا أن قد قال النبي إنو يري والرجل رجل كراع مد وحل الراعي وي في مال أبيه أبيه مالكيس أبيه مالكيس نحدي سراعي هيو وقالك إلى الاندلب ومسؤول من السؤال يوئي عن رعيتي رعيتي سؤال السؤال يوم وكلكم حي نبي عليه الصلاة والسلام ضدوا كل جين راعين كل قاسم ذو حل الراعي يوئي ومسؤول من السؤال يوئي عن رعيتي رعيتي سؤال السؤال يوم وفق استوى مسؤول رعية اللي ويديه وحا الله وحي مسؤول الله وقال لقينا والا ويدينا يا مركا حويان عدي سيدي ومركا أول كسامي عندي سي وناغ يا مأموراتكي ومركا فريجي منهياتكي كرداري ويساقو وناغ وهرس ايضي سؤال شاسي واكبحي جواب تيدوه إليا دي وكحد كتعدينا يساقنا مركا سي جواب كحي إليا جزيه دوه إليا عن أنس وعلى قوني يقول حال لي أنس بن مالك رضي الله عنه كان نبي وحوها عليه الصلاة والسلام إذا اشتد البرد أبوه وهدو الدرناد بكره بركة دجنة هي بصلاة صلاة دواد دجنة وإذا اشتد الحر كليلك هدو درنادنا أبرد وقبو جنة بصلاة صلاة ديبو قبو جنة يعني الجمعة بك لجيدة صلاة الجمعة wuxuu ahaa nabiga kaleey salaatu wa salaam hadii ay waxa weeye jawgu qabow yahay waa dadajinaayo awalka waqtiga ayuu ka dukanay hadii jawgu kulul yahayna waa qabojinaya ilaa ay darbiyadu hoos yeeshaan dadku ku soo taagtaagsadaan ayuu aad u qabojinayo waa waqtiga dib u dhigayo akhri ka dukanay إذا اشتد كان نبي وحوها عليه الصلاة والسلام إذا وقتك اشتد البرد غبوك ودرناد وجوك غبو يا بكرا إنه ددجيو بصلاة صلاة وإذا اشتد الحر كليل قعد ودرناد أنا أبرد وغبو جنيي بصلاة صلاة وغبو جنيي يعني الجمعة صلاة الجمعة أيوك لجل عن جابر بن عبد الله وحلق وريي رضي الله عنه قال وحيه جاء رجل من أيام من والحال النبي نبينا صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ضدك أخذ بين يوم أسوى النبي قد عليه الصلاة والسلام ضدك أخذ بين أيام يوم الجمعة ما لنت الجمعة له فقال رجل كيمد بأوى فقال النبي وحير عليه الصلاة والسلام أصليت مدك يا فلان وهبلو وارهبلو وارمدك يا تحية المسجد كي مدكتي أيها النبي عليه الصلاة والسلام أصليت مدكتي يا فلان هبلو مدكتي أيها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة إلا مركا سوغشد سوى خديمك خطبة كتره لبرك عوى تحية المسجد إنا دكتايا الوصنة يا ومسايدك أكو سلام يسو أدي مركا غفك أوسن دكان أو فريستانا وحال فيرنا يا إن ونقص وقع فدقة وكبب كد كدك دقو ينو فدقة كده هو دو فدقة كده هو وقت جدي موتري هدي لكن ومرك فريسة انتو هل ما ويا فريسة مرك فريسة هراك حسوسته وهراك استعجنا أمك حسوسي أنا تحية المسجد وقت جدي كم تجين نين كان مرك هو فريسة مرك فريسة أنا نبي في خطبة أيو كتيري وحمرك هراك يري ورستعجوا هذا دكان نقصوا استعجوا سلام مساجد كدوكو حلقة قادنا يا مركا كلمة أسيادة وقابان وخطبة سواك لنحق الشيء إنا إسان وحبا خطبة أدي بينه خطبة بوحي كلان سنة إسا أمر إيا النهي أول بوحي هاي الخطبة إن ما معروف كان ضدك اللغوفره منك كان لغوفره معروف كي ضدك اللفره مكمل هاي قم فاركع أيوه ورستاقو الدوكو دادا دوكا نيمو
marka nabiga calayhi salaatu wasalaam cujaa rajul nin baa yimid buu yidhi cabdullaahi ibnu cumar jaabir ibni cabdillaahi le wuxuu yidhi jaa rajulun waalnabiyu walxaala nabiyu nabiguna sala allahu calayhi wasalam yakhdubu naasa dadka ugu khudbaynayo yowma aljumcati maalinta jumcada faqaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi asallayta calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi asallayta warmadukata yaa fulaanu hebelo faqaala markaasuu wuxuu yidhi rajulkii laama dukan qaala markaasu nebigu wuxuu yidhi qum istaag oo farkac dukan farkac duko farkac rukuuc waxaa weeye min idlaaqil juzi oo iraadati lkulli weeyaano rukuuc kaliya loogama jeeda eh waa juz oo rukuucdii baa la idlaaqay waxaana looga jeedaa salaadii oo dhan. can anas ibni maalikin waxaa laga warinayaa radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi asaabat innaasa dadkii waxaa asiibay sanatun abaar ayaa asiibtay asaabat innaasa dadka waxaa asiibtay sanatun abaar baa asiibtay calaa cahdi annabiyi nebiga zamankiisii sala allahu calayhi wasalam zamankii nebiga ayaa dadka abaari ku dhacday sana abaaraha asiibtay fa baynamaa waqti annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam yakhdubu uu khudbo akhrinayo fii yowmi aljumcati maalin jumca dhexdeed qaama marka waxaa istaagay acraabiyun kuree baadiya ah ayaa istaagay faqaala acraabigu wuxuu yidhi yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiyo halaka almaalu maalkii wuu halaagsamay wajaaca alciyaalu ciyaalkiina waa baahday oo way baahdeen ciyaalkii ee fadcuullaaha lanaa ilaahay noo bari fa rafaca yadayhi nebigu labadiisa gacmood buu kor u qaaday wamaa naraa mana aanan arkaynin fi samaa'i samada qazacatan bar kuma aanan arkaynin bar caad ah samadan kuma aanan arkaynin markii nebigu rafcolyadeynka sameeyey gacmaha kor u qaaday ducada uu ugu qaaday fa waladii macbuud baan ku dhaartaa buu yidhi bacasa fa waladii macbuud baan ku dhaartaa buu yidhi raawigii nafsii naftadeedii biyadihi tasarufkiisa ay ku sugan tahay imaamulkiisee maa wadacahaa nebigu gacmihii ma dejin xataa saara asaxaabu daruurtii ilaa ay ka shubanto amhaala aljibaali xaal ay tahay buuraha masalkoodoo kale xataa saara intuu ka kaco xataa saara asaxaabu daruur ilaa ay ka kacdo wi amhaala aljibaali xaal ay tahay buu yidhi buuraha amsaashoodoo kale uma markaa kadib lam yanzil muusan soo degin nebigu calayhi salaatu wasalaam can minbarihi minbarkiisii uu saarnaayo ku khudbaynayay kama soo degin xataa raa'aytu intaan ka arko almadara madarkii yataxaadaru inuu markaa dhidhibcahayo calaa lixyatii garkiisa uu ka dhidhibcayo madarkii oo intuu soo dhaafay wixii lagu balabalaynahay masaajidka nebiga baalmadii korka ka saarnayd ka soo dusay ee haddana markaa nebiga madaxiisa ku daayo haddana sii dhaafay ee garkiisa ka difqaya ilaa aan ka arko nebigu khudbadii kama soo degin mimbarkiibu uma lam yanzil nebigu muusan soo degin can mimbarihi mimbarkiisii kama soo degin buu yidhi xataa raaytu intaan ka arko almadara madarkii yataxaadaru isagoo dhidhibcaya buu yidhi calaa lixyatihi nebiga garkiisa dushiisa oo ku hoobanayo oo ku dhidhibcaya sala allahu calayhi wasalama famudirnaa waana loo madareeyey yowmanaa maalinkeena dalika oo kaasa maalinkaas jumcada waa naloo madareeyey wa min alqadi baridiina waa la madareeyey wa bacda alqadi barida bacdigeedana maalintii ka dambaysana waa la madareeyey waladii macbuud baan ku dhaartaa waladii irkiina waa la madareeyey yowmkii yalihii isaga la xidhiiray qadigaasi la xidhiiray maalinkii la joogo jumcada ahaa iyo maalinkii berida ah u ahaa jumcada sabtiga iyo maalinkii berida dambe u ahaa ee marka axadda iyo waladii yalihii kaalka la sii xidhiirayba xataa aljumcati ila aljumcati jumcadii laga gaaro alqura'a kale ilaa jumcadii kale laga gaaro ayaa madarkii iska shurmayey wa qaama waxaa istaagay daalika kaal acraabiyu ee acraabiga ah haddana istaagay jumcadii kale madarkii hadduu kici waayo iska shurmayo aw qaala ama wuxuu yidhi raawigu kayruhu baa istaagay acraabigii hore kayrkiisa ama waa acraabigii hore ama waa mid kale oo kayrkiisa ah faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiyo tahadama albinaa u dhiskii waa dumay gudihii waa dumeen wa qariqa almaalu maalkiina waa maashooday ee fadcuullaaha lanaa ilaahay noo bari ilaahay noo bari oo ilaahay inuu naga kor yeelo oo roobka naga kiciyo fa rafaca yadayhi nebigu labadiisa gacmood buu kor u qaaday wa qaala wuxuuna yidhi
اللهم يا الله إلهيو حوالينا اجعل يا الحوالينا قاركا نغا إلهي ولا علينا إلهيو بركا نغا يلم اللهم يا الله إلهيو حوالينا اجعل حوالينا قاركا نغا إلهي الجيسها ولا علينا كركا نغا إلهو هيلي فما يشير بيده نبي عليه الصلاة والسلام فما يشير مكو إشارة من بيده كعنتيسة إلى ناحية جهين تكا ناحية من السماء السماء حق يدكاهاتي إلا وكو إشارة وإن فرجت ويفيد ما يسمي وصارت المدينة مقالة مدينة وحي أهاتي مثل الجوبة بر أوكلا أي أهاتي بر أوكلا أوعاتكو ككلا وريقي أوكلا أي أهاتي وصال الوادي وادقين واشو مي قناة أها شهرا بل أيو شميو وادي قناة الأورنج لنا بل نمو شميو وصال الوادي وادقين واشو مي بير قناة أها شهرا بل ولم يجم إيمان أحدنا أحد من ناحية جهة كما إيمان إلا وكي ما ذبه حدث وحو كشاكوني بالجود ما دركيبو كشاكوني جهوين كددك كي إيمان أيي ما درك عصوم بشتاك هين ترسي يسا يسو ضدك أكا قاري عرض صد أعامي مي يسو أبرك يسنا أيا قفك استؤو كي ما هذا ودن وجهوين ككمدة فرام كاسم بكشي كين أيو وعن عبد الله بن عمر وحلق وري رضي الله عنهما أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم كان وحوها يصلي قبل ظهر ركعتين إنو دكذا أيو نبي عليه الصلاة والسلام يصلي إنو دكذا قبل ظهر صلاة ظهر هرتي إذا ركعتين لوركعه وبعدها صلاة ظهر بعد إذن ركعتين لوركعه وبعد المغرب مغرب بعد سنة ركعتين لوركعه في بيته قريسا يونكو دكنيي وبعد العشاء عشاء بعد سنة ركعتين لورك عيو دكنيي وكان وحوها الله يصلي نسان دكنين بعد الجمعة الجمعة بعد كذا حتى ينصرف عندك قدومي وفيصلي مركو دكني ركعتين مركو قدومه لورك عيو في بيته كدكنيي سنوين كراتوين كهو هلك شيخ النساقنا نوجه حديث كسار ارتوه رواتب تمركم مؤكد يا غير مؤكد بيو غيب سميسا رواتب تمؤكد كاهد موكوش يا حديث كاني يصلي قبل الظهر ركعتين والله ودي مؤكد كاهد وبعدها ركعتين لو هذه كلام مؤكد كاهد افر كلو غير مؤكد ولي ظهر كي لما شيخ ميالك على ابو شيخ دون وبعد المغرب ركعتين سجن الله معك هوريس غير مؤكد في بيتي ونكد كنا يا حدي وقفت دون يا ان هذا مساجد اسك جوجو كسي اعتكافه أما ودونا يئنوا عشر ركقاته مزايد كالحديثة مركا هذا مزايد وقدو كان يا عدو الله وانا يقولي سؤال الله وانا يقولي سؤال قدو كان يا سنوينك وبعد العشاء ودو كان يا ركعتين لو ركعوا مؤكد كيوي وكان الله يصلي نسد كمبوها بعد الجمعة جمعة بعد كذا جمعة من الرواتب إلى الرواتب وينك ظهرك وكلاء إلى حتى ينصرف عندك قدامه فيصلي ودو كان يا ركعتين لو ركعوا ودو كان يا عن ابن عمر وحلق وريي قال وحير قال النبي وحير صلى الله عليه وسلم لنا أنك وحير لما رجع مركو اللابطي من الأحزاب مركو كاللابطي غزوة الأحزاب بهاي سيقدو اللان كيسي مركو كاللابطي نبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي أن يوسن دكان ووسن دكان أحدنا أحد العصر صلاة عشر إلا في بني قريظة هي بني قريظة تحدو ذم عن ملك يالود كنم فأدرك بعضهم قاركود باوحى للي العصر صلاة عصر باوحى كوالي شفي الطريق دريقة فقال بعضهم قاركود وحيري لا نسلم الدكان إن حتى نأتيها إلى أن هي بني قريظة تقنو تحدو ذم الدكان هذو ربها تقعصر وقال بعضهم قاركود وحيري بل نسلم الدكانينا لم يريد منا نجا حاجة نجا النبي قلنا لما جيدين ذلك أرين كاس أو ترك صلاة كأنه قام جيدين دق دق أيون وقت جيدين
فذكر وعلى شيء ذلك أرنك للنبي الله شيء صلى الله عليه وسلم فلم يعنف نبيك مدى قال واحدا مد مدى قال واحد منهم صحابة كمد نبيك عليه الصلاة والسلام غزوة الأحزاب مركي دولانك غزوة الأحزاب نواليرا غزوة الخندق نواليرا هذاي دولانك هسي مركي أي قالوا السصوبة هستان إلى هذين هل هو الدولة بواحا النبي عليه الصلاة والسلام وحي الله شاقي انتي وهاري رئيسنا مركي إلهي بريد ورعب القطو رأي ومركا الضوين اللو كعيدو أي كلا عرارين اسمها يسيدي قالوا ديو يهودي ونصاري ومشرك العربي وكوة مركا دوك وحي قال كجر الإنصاب هايستان النبي صحابة المدينة نحن ذكرية قد اسكوها رأيين قد قتان والدفاع كالقلان وهالك اللي يري أن أيوه رمب أدوك وكتر ترنو أي واحد كج كم ده هان من هجيس لا هارب من قريدة يهودا مركي ورا هجيس نبي الله دكت عليه الصلاة والسلام أي اسمه هاي سيا صاق عليه اسمه هاي سيا مركاس واحد اللي نمن كاس بلنتي كعب بحين محمد أو وحي با إلهي وش شاقي هذا وين عمير سرتاب اللي يري ونمن كعبد وشا بلنتي كعب بحين دولان كصاق عليه وبلو اللي بقى يجو أباب سو أباب ليه وعندوك هلا قتر ترى قصة تلي ما يبيه ده كمل هالكاسو نبيه ده قال كان يمر كورنا مع ذي أيوه يري وإن قلبت عسر كلامه ده كان إلا رفيق بني قريدهم ما هالكاسو كسي على وده كان مركن نبيه عليه الصلاة والسلام إرجع يري لا يصلين العصر إلا في بني قريدة فهمي الصحابة ويكون كلا تريان حلقي النبي عليه الصلاة والسلام أنتم نالا يا اجتهاد كتفسيرك كلمات كالنبي كيف عليه الصلاة والسلام كلمات القرآن فسر كذا ليس في خلاف جري حق فقهي حق فقهيا بمركة أرجع النبي يقول عليه الصلاة والسلام صحابة ليس في خلافين طيب واحد إلى هذين ما تكنا إنه ولو عصر كهبطة جو وهذا الكوحي قاتين ظاهر كيسي يا الله دكان إلا قلنا استحذ ما هم يركي على ود دكان الله في قاس ظاهر كسي قاتل قلنا وحيد هذين وهذا القوة هذا العربية نبي نوى نبي عربي لغة هو عربتي وأنا إسلام قانا ووحى الله جد هذا هلا دكدو وما يشاء كسوك يا عصر كيدن كوجلين يا لوجد هذا عصر فدو كسوك كوجلا عصر كهيدن كتبوا لوجد متشيدن عصر كود دكانينا إلا وانا سودك نواد دالين تورتنا عزك إنك كسركون وهاي الواد دكانين اجتهاد كده وحول النقض برك إيه دكان قلنا سوي دكان قلنا واحد ما بدكانين الصلاة العصر إلهي رسولك شارعي حقيقة هاي شارعي مجازي قوي أمر كيسان وقالنا نايو ما قلنا أحضر في وقت وهات جاء قلنا نحول ما لهن في دكانين هذا أمر كي النبي الله شاهدنا عليه الصلاة والسلام فلم يعنف واحدا منهم قلنا هم أسند قالين عالي وعلي هذا وكل مجتهد مأجور إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد هدوه قفو إن تو اجتهاده مركا وحاوي علي هاي هالأجر وأجر الاجتهاد هدوه سن قفو أدو أصيبنا يقول علي هلا بقى أجره أجر الإصابة وأجر الاجتهاد علي صحابة مركب مجتهدين بأي هايين وين هدد عليهم فهم يقودين بأي هكالتاقين نبي قلنا قول وحاويان وانا ماشى الله قد ضيان ايوه إن وقفك اجتهاد الدلال كسليه قلنا الله ما أدرين إلا لو يضمود السحمة مركب الله إذا مسألة ذو حمك وهلمت لكن وحام مسألة أنا وحي الجدينا النبي عليه الصلاة والسلام حكم كان السيدة إنه يهيا ومدسوا أي اجتهادية كوكا للدوران دونا قفك استوى اجتهاد أصلا قوة حق أولا إنه اجتهاده إلا قفك استوى اجتهاد حق ملاه ودرجة لقارة اجتهادك وقفك الدرجة علماء لماذا إيه علم جاي عالم لماذا وإنه كقارة درجة صحابة وكالي مركاك دي اجتهاد لا أقلانا يعني يقف إسك عامية أما هو حوي حقا وحلق بيستي أو كستهي سكي اجتهاد لما رأي مركا وحيري قال النبي نبي بحيري صلى الله عليه وسلم أنا وحيري يري لما رجع مرك اللابت من الأحزاب غزوة الأحزاب مرك اللابت الله يصلي أنما الدكان أي يوسن دكان أو يوسن دكان أحدنا حضر العصر صلاة عصر إلا في بني قريضة تهري بني قريضة نحو ذماء
فأدرك مرك بعضهم علماء حوية صحابة قار كود بوحى هلالي العصر صلاة عصر بهلالي عصر قبال هلالي في الطريق طريق جدك بوكو هلال فقال بعضهم بركود يجي عكا لغيب سموك بركود حيرا أن الله مسلم الدكنين حتى ناتيها إن الرب نقول هذا إلى أن كتقنوا وقال بعضهم بركود نوحي راذين بل نسلم الدكنين أن لم يرد مؤسن أولي الجيد منا أن ذلك أرنك أسنبه لم الجيد وإننا أنه كتقنا صلاة حتى وقت يد أن كبحنا وإننا لم الجيدنا إن دلالنا وتبرت النظر فذكر ذلك أرنك أسأل النبي الله شاك النبي سبحانه صلى الله عليه وسلم فلم يعنف النبي مرد قال واحدا من واحد كم من صحابة كم من الله سبحانه